وعناوين الصحف. مجله الاهلي خرجت تاني يوم على طول في العدد اللي نزل امبارح، المستحيل مش اهلاوي. بالثلاثه هزمنا فيتا في كنشاسا، بالتحدي وروح الفرسان قهرنا الطقس والترتان. وقالت الاخبار الاهلي يتوهج في كنشاسا، قدم عرضا رائعا وهزم فيتا بثلاثيه شريف وقفشه وطاهر. الاهرام الاهلي يفوز على فيتا الكونغولي بثلاثيه نظيفه بكنشاسا في دور الابطال. شخصيه البطل تظهر خلال الشوط الاول والاهداف لشريف وقفشه وطاهر. الجمهوريه قالت عاد لينتقم في ادغال افريقيا، الاهلي مخيف مع قفشه وطاهر وشريف. المصر اليوم قالت نفس عنوان الاخبار، الاهلي يتوهج في كنشاسا. الاحمر يسحق فيتا كلوب بثلاثيه نظيفه ويصعد لوصافه المجموعه. موسيماني يعيد التوازن للفريق والتغييرات تصنع الفارق. الشروق قالت الاهلي يهزم فيتا كلوب بثلاثيه ويقترب من الصعود الى ربع النهائي. الاخبار المسائي تحدثت عن تصحيح المسار وقالت الاهلي يهزم فيتا كلوب بثلاثيه في عقر داره ويستعيد توازنه الافريقي. الاهرام المسائي قالت فيتا زيرو الاهلي ثلاثه، البطل عازف الالحان. فوز تاريخي لحامل اللقب وقمه المجموعه هدفه القادم في دور الابطال. شريف وقفشه وطاهر اغرقوا ابنجي وموسيماني امتياز خارج الديار. المساء وعناوينها المعتاده، الاهلي جبار في عز النهار. ده والله عنوان، تصور بقى العنوان ده كويس قوي. يعني انت بتحطني في ظروف صعبه، لكن انا بقى ثقافتي ان انا اتجاوز الظروف الصعبه. بالظبط. قالت المسا قدم اجمل مبارياته خارج الديار واسقط فيتا بثلاثيه في عقر داره. موسيماني يقول عندما جاء التوفيق فزنا وسجلنا 3 اهداف وفي القاهره لم نكن محظوظين. اليوم السابع قالت الاهلي يفك عقده الثالثه عصرا بثلاثيه ضد فيتا في الكونغو. الاحمر يستعيد توازنه بفوز غال خارج الديار. موسيماني يجيد التعامل مع الاجواء الصعبه. وقالت الوطن حامل اللقب يتقدم في ترتيب المجموعه والاهداف لشريف وقفشه وطاهر، الاهلي يلتهم فيتا بالثلاثه. وقالت الوطن كمان حامل اللقب يقدم افضل مستوياته ويتقدم في ترتيب المجموعه، شريف يسجل ويخرج مصابا بعد الشوط الاول، العارضه تحرم المنافس من هدفين، وموسيماني يجيد خارج الديار في التشكيل والتغييرات. عندك تعليق على كل هذا؟ لا هي يعني شوف اعمل اللي عليك وحقق الهدف وسيب الاشاده، هتيجي صحيح.